من النظام. واذا طلعت من هذا النظام ما لبس كمامه ممكن تتعرض لقطع رزق اولادك. ولكن نحن هيدي الكمامه قاتله، الفاكسان قاتل. واذا شفنا مين عم يدعي للفاكسانات، مين عم يدعي للبس الكمامه، هن الشياطين اللي خربوا لبنان، هن السياسيين الاساس البلد، وانتم الاعلاميين اساس بلد ثاني، لانه انتم اللي غيبتوا الناس، وانتم اللي عم تاخذوا الناس على توجيه السخافه والتفاهه بهيدي الاوضاع، وتحطوا الاساس انه هي مطره زيت وهي شويه مصاري وشويه دولار، اساسي حريه انسان، الله خلقه حر، الله خلق البشر وخيرهم حتى بعبادته. ما حدا ملزم يعبد الله، الك حريه، فيك تعبد وفيك ما تعبد. مين هو بيل جيتس وغيره؟ المين؟ مون لا يجي يقول لك انت لازم تلبس كمامه ولازم تتلقح وممنوع تطلع على مطار الا ما تاخذ الفاكسان والباسبور، وممنوع تسجل اولادك الا ما وممنوع الا ما يفوت لك هيدي ريشه حورس بدماغ مدهبوط لوين؟ على الغده النخاميه والصنوبريه مخش لك اياها، مشان اذا هو بينتقل هيدا الفيروس بالتعطيس. ليش تفضلي؟ ليش مثلا؟ ليش هو بده يعمل لك شغله شيش على دماغك؟ ما انت انت اذا عطست طيب اذا الحضر هو بفيد لشو الفاكسان؟ وإذا الفاكسان بفيد لشو الكمامة؟ وإذا الكمامة بتفيد لشو هوديك اثنين؟ قصة سياسية كاذبة، اتس وان وورد اوردر، اتس جريت ريسيت، حكي عنه جورج سوروس، حكي عنه بيل جيتس، حكيت عنه النخب الشيطانية، وفتش طلع كل السياسيين بلبنان والإعلام، والإعلام المرتزق اللي عم ياخذ مصاري هو عم يطبل وعم يغيب الناس، وهيدي جريمة كبرى بحق البشرية أكثر من جريمة المرفأ، أكثر من جريمة حرب. لانه الحروب على مدى العصور صارت، بس ولكن قمع الحريات بحياته ما صار، لا لما انتشر الاسلام ولا انتشر المسيحيه ولا انتشر بوذا ولا غيره، قمع الناس بهذا الشكل، يا هيدا الدين الجديد، دين الشيطان، خليها تسمع كل العالم، ابليس يدعو الى الدين لحرق الارض، وابليس هو عدو الارض، هو من النار ويكره الطين ويكره بني ادم، وهيدي القصه، واللي بعده مش واعي خليه يوعى، خلصت القصه. واللي عم يتظاهروا كرمال شوية زيت وشوية سمنة بيعرفوا انه السمنة والزيت والرز والطحين مشكلتهم الوان وورد اوردر، مشكلتهم البانكرز اللي ورطوا لبنان وغرقوا لبنان بالدين، واليوم عم يحاولوا ينتشلوه مقابل بتاخد فاكسان ممكن خليك تسافر او خليك تاكل وتشرب. ما عادش بدها مسخرة القصة وسياسية لبنان، يا بلا شرف انتو، يا بلا شرف. شغلكم ما اشتغلتوه 40 سنة السجين تعطوا العالم لقاحات خايفانين على العالم، خذوا الفاكسان انتو واولادكم وبيل جيتس تبعكم، نحن ما بدنا فاكسانات، نحن قلنا جبال، قلنا جبال وقلنا سول وقلنا الله اهم شيء.